يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده هنعمل اكل بنحبه جدا بنطلبه كتير، وساعات كتير بننزل من البيت كده بالليل او المغربيه كده او العصاري عشان نروح ناكل الاكله دي. النهارده عمل لحضراتكم الفطير الشرقي. الفطير الشرقي هنعمل العجينه بتاعته وهنعمل اربع حشوات مختلفه. هعمل لحضراتكم فطير بالسجق، هعمل لكم كمان فطير بالفراخ والباربيكيو، هعمل لكم فطير بشكل جبن، وكمان اخر حاجه البغاشه اللي بالسكر واللبن. كل ده هنعرفه بالمقادير بتاعته، بطريقه عمل عجينه الفطير، طريقه الفرد، وازاي نقفله وازاي نخبزه. كل ده هنعرفه بعد ما نرجع من الفاصل. استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل، هنشوف ازاي هنعمل عجينه الفطير في البدايه وازاي هنحفظها. هنحطها فين؟ هل بتتحط في الثلاجه ولا بتقعد بره تخمر؟ هل بيتحط فيها خميره؟ طب ايه المكونات بتاعتها؟ كل ده هنقوله لحضراتكم دلوقتي حالا. تعالوا نقول المقادير وبعدين نخش على طول على العجنه. يلا بينا. عجينه الفطير مقاديرها: كيلو دقيق، ربع كوبايه سمنه، ربع كوبايه زيت، رشه ملح، رشه سكر صغيره، كوبايه ونص ميه، وزيت لفرد العجين. نقول مره كمان: كيلو دقيق، ربع كوبايه سمنه، دي مش هتتحط على العجين، السمنه دي بس هتستخدم واحنا طالعين من الفرن. ربع كوبايه زيت، معلقه ملح، رشه سكر، كوبايه ونص ميه، زيت لفرد العجين. يلا نشوف هنعمل ايه بالظبط. انا عندي الدقيق قدامي والميه والسكر ورشه صغيره من الملح، الملح اهو. طيب، وعندي سمنه وزيت، ودول انا حاططهم على جنب علشان دول ما لهمش علاقه بالعجن. كل اللي هيحصل في العجن هيحصل في الجزء ده، الجزء بتاع الدقيق والميه والسكر والملح، هي دي عجينه الفطير. اما الجزء الخاص بالسمنه والزيت ده الجزء، الزيت ده هتبات في العجينه، يعني كور الفطير اللي انا هعملها وهوريها لحضراتكم هحطها جوه الزيت، والسمنه دي وانا خارج من الفرن هحطها على الفطير. بس دي كانت نقطه مهمه جدا عشان نبقى عارفين المكونات اللي احنا قريناها هنعمل بيها ايه. طب يلا بينا بقى نبتدي نعجن ونشوف ايه الاخبار، هنعمل ايه بالظبط. يلا بينا. اول حاجه هعملها هجيب الدقيق نزله هنا، لازم طبعا شويه نخلي شويه دقيق كده على جنب عشان نشوف القوام والكثافه. هاخد رشه من الملح وهحط السكر، وهاجي هنا هقفل العجان، هضرب ضربه سريعه، هخلط بس المكونات الجافه مع بعض، ودلوقتي هنزل بالميه وهعجن. العجن ده بياخد وقت، بياخد على الاقل 10 دقايق. يلا بينا. تعالوا بصوا بس هنا، بصوا العجينة لمت، العجينة بقت قطعة واحدة، بقت كتلة واحدة. هنزل تاني العجان وهستمر في عجنها، عايز أقعد عجنها لمدة 10 دقايق على الأقل. في العشر دقايق دول هيحصل إيه؟ المطة بتاعتها هتزيد، وهو ده اللي أنا محتاجه في عجين الفطير، محتاج إن المطة بتاعته تبقى زايدة، المطة بتاعته تبقى طويلة. ده بيجي من كتر أو من طول فترة العجن. لما بنطول فترة العجن خيوط الجلوتين بتبقى أطول، المطة بتاعت العجين بتبقى أطول، وده احنا محتاجينه في الفطير. فأنا هضربه شوية كمان لسه. طيب، انا مش عايز اقعد اضرب
العجين لمدة 10 دقايق مع حضراتكم عشان صوته مزعج جدا، لكن انا عايز اقوله ان العجين ده بعد ما يتم ضربه لمدة 10 دقايق وبعد ما يكونش ما بيلزقش في ايدي كده يكون ماسك نفسه كويس، هعمل ايه؟ هاخد العجين واقطعه على هيئه كور، والكور دي هجيب، خليني اوريكم، طبعا هو لسه العجين ما خلصش بس خليني اوريكم انا هعمل ايه بالظبط. خلينا نشوف هنعمل ايه بالظبط، بس طبعا بعد ما نضرب فتره اطول زي ما كنت بقول لحضراتكم دلوقتي حالا. هاجي هنا هنزل العجين، بعد طبعا لما يتضرب اطول من كده ويبقى ما بيقطعش يبقى بيمط، محتاج وقت اطول من كده. هجيب العجين وهشكله على شكل كور متساويه تقريبا، وبعدين هقطعه على شكل الكوره اللي قلت حضراتكم عليها، العجين ده ما فيهوش خمير، ما فيهوش خميره، ما حطيتش فيه خميره فوريه ولا خميره حتى طبيعيه، فده معناه ان هو ما بيحتاجش يخمر. بصوا الاربع كور تقريبا حجمهم قد حجم بعض. طيب هعمل ايه؟ هجيب له اناء وعاء وليكن مثلا حاجه على قده كده ما تبقاش كبيره، لان هو كده كده هو في النهايه مش بيخمر، بيفضل بنفس الحجم بتاعه. وبعدين هروح جايب العجين ده حطه هنا هنا، وبعدين هنزل عليه بالزيت بالشكل ده، هغطي العجين بالزيت وخليه عايم في الزيت كده. دي الأولانية، هخش على التانية كمان. حلو جدا الكلام ده. طيب العجينة ينفع تقعد قد ايه بالشكل ده او في الوضع ده؟ ينفع تبات في التلاجة كده، بس انا عايز كحد ادنى ان هي تقعد ساعة، عايزها ساعة في التلاجة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، عجين مضروب كويس، طبعا هيتضرب اكتر من كده عشان يبقى بيموت زي ما كنا بنقول، وبعدين يفضل في التلاجة عليه الزيت ده لمدة على الاقل ساعة علشان يريح، عشان وانا بفرده ما يقطعش. طيب بعد ما يطلع من التلاجة هيكون بالشكل اللي انا هوريه حضراتكم دلوقتي، واحنا مغطينه كمان علشان ما ينشفش، مفيش حتت منه تنشف، وممكن نقلبه كمان، يعني ممكن الفتره الثانيه نروح ماسكين العجين مقلبينه كده. ليه بنقلبه؟ علشان يفضل عليه زيت من كل الاطراف بتاعته، هو ما بينفش مش بيخمر. دي اكبر شويه قطعه العجين دي لان احنا مقطعينها اكبر. حلو جدا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنسيب العجين ده وهنحضر الحشوات اللي احنا هنستخدمها في عمل العجين. في حاجه مضايقاك من الحاجات اللي على الترابيزه دي يا احمد ولا انت تمام؟ زي الفل، انا طالما انت في القصير يبقى انت تمام. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ تعالى اقول لكم الحشوات هنبتدي فيها ازاي وهنعمل ايه، خش عليها على طول. يلا بينا. خلينا نقول اول حشوه الفراخ، نص كيلو شرايح صدور فراخ، كوباية شرايح فلفل أخضر، كوباية حلقات زيتون، ربع كوباية باربيكيو صوص، ومعلقتين فلفل، معلقتين بصل مفروم. يلا نشوف هنعمل إيه بالظبط وإزاي هنجهز حشوة الفراخ. حشوة الفراخ زي ما قلنا فيها فراخ ملح وفلفل زيتون، في جبنة، فلفل أخضر، بصل، وباربيكيو. إيه اللي هينزل على النار من الحاجات دي؟ مش كل الحاجات دي، اللي هينزل على النار هو الفراخ والباربيكيو، هتفضل وشويه من البصل صغيرين، بس هيفضل الفلفل ما يدخلش النار، هيتحط في العجينه على طول، الزيتون مش هيخش النار، الجبنه الموتزاريلا مش هتتحط برده على النار. تعالوا يلا نعمل العمليه دي، نجهز الحشوه ونجيب طبق هنا عشان نطلع فيه بعد ما نكون خلصنا. والباربيكيو يلا بينا. هاجي هنا شويه زيت حلوين. هاجي هنزل
بفراخ. شوية من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من الملح، وناخد بصل. هقلب الفراخ. طيب هل انا عايز تسويه كامله؟ لا مش تسويه كامله، لان لسه كل المكونات اللي انا بجهزها دلوقتي هو انا بالفعل بجهزها، لان هي لسه مش هتتاكل زي ما هي كده، هي هتبقى حشوه جوه الفطير. نقلب. كده انا قلبتها تقليبه، هاخد شويه صغيرين من الباربيكيو صوص هنزلهم هنا. الباربيكيو صوص احنا عملناه لحضراتكم في حلقه من الحلقات، كانت من تقريبا كانت حلقه البيتزا اعتقد كانت حلقه البيتزا، وعملنا فيها وصفه الباربيكيو صوص وازاي نعمل الباربيكيو صوص في البيت. نقلب تقليبه. حلو جدا، انا كده خلاص جهزت الحشوه الاولى، هحطها هنا في الطبق. دي الحشوه الاولى وهي حشوه الفراخ، مش محتاج بايد كميه الفراخ دي، ممكن احطها في الثلاجه نستخدمها في وصفه ثانيه. جهزت كده حشوه الفراخ، خلونا نكمل بقيه الحشوات ونشوف هنعمل ايه بالظبط. ممكن نخش دلوقتي مثلا على حشوه السجق، لان يعني هي اللي محتاجه تسويه تانيه، حشوه الجبن مش محتاجه تسويه، وحشوه البغاشه مش محتاجه برضو تسويه، نخش عليها يلا بينا. طيب حشوه السجق، ربع كيلو سجق، كوبايه فلفل اخضر رومي مربعات صغيره متقطع برونواز، قرن فلفل حامي، بيضه، نص كوبايه جبنه رومي مبشوره، نص كوبايه جبنه موتزاريلا برضو لو كانت مجمده ممكن تبشروها، لو زي ما هي مفيش اي مشكله عندنا خالص. ناخد شويه من الزيت ونيجي هنا في الطاسه السخنه جدا، وننزل بالسجق. الله، وبعدين نجيب شويه صغيرين من الخل ننزل بيهم هنا، الريحه اللي انا شممها دلوقتي انتوا مش متخيلين هي عامله ازاي. الله 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 الله. حبيبي يا ابو حميد، انا هسيب لك انت بقى الفطيره بتاعت السجق دي يا ابو حميد عشان واضح ان هي عجبك. السجق برضو انا مش عايز اسويه تسويه كامله هنا، مش هيستوي هنا تسويه تامه. ليه؟ لان هو لسه السجق هيخش جوه الفطيره، هيكمل التسويه بتاعته. ممكن بس اعمل ايه؟ ممكن احط حلقات الفلفل الاحمر، ودي هحطها علشان طعمها يبان اكتر. هحط دلوقتي حلقات الفلفل الاحمر واقلبها تقليبه، عايز طعمها ياخد كده ويدي مع الوصفه. طيب نجيب طبق نضيف، حلو الطبق ده، نحطه هنا مع وصفه السجق. وهاجي هنا اخد حشوه السجق وهنزل بيها هنا بدهونها كده بحياتها كلها، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه بالظبط. شويه سجق كده ايه احلى من الفطيره نفسها. طيب حلو جدا الكلام ده، هعمل ايه؟ انا كده جهزت نفسي، حشواتي كلها جاهزه، حشواتي جاهزه ان هي تتحشي جوه الفطاير على طول. هطفي البوتاجازات، مش محتاج بوتاجاز تاني غير للبن، انا محتاج اسخن اللبن كمان شويه، عايزه سخن علشان ينزل على البغاشه، هو ده او هي دي العين الوحيده اللي انا محتاجها. عايز تاخد فاصل؟ طيب يلا ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم، نفرد العجين، نحشي، نحطه في الفرن ونشوف ايه اللي هيحصل، استنونا.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. عايز بس اقول لكم مقادير الحشوات الثانيه علشان لما اعجن مش عايز امسك الورقه ثاني بقى، عايز كده ايه اندمج في العجين ونعيش حياتنا مع بعض كده من غير ما نمسك ورقه ثاني. يلا بينا. احنا قلنا حشوه السجق وقلنا حشوه الفراخ عشان عملناها، فهقول دلوقتي حضراتكم حشوه الجبن، وهقول لكم حشوه مش حشوه بقى، هقول لكم مقادير البغاشه اللي هي سكر بودره لبن سخن شويه زبيب كده وشويه قرفه وشويه جوز هند، هقول لكم عليها حالا دلوقتي. يلا بينا. فطيرة الجبن، كوباية جبنة رومي مبشورة، كوباية جبنة موتزاريلا مبشورة، 4 مثلثات جبن، الجبن المثلثات، نص كوباية جبنة قريش، معلقة زعتر مجفف، مكعبات فلفل أخضر رومي متقطع برونواز، حلقات زيتون أخضر. طيب البغاشة، كوبايتين لبن هسخنهم دلوقتي، ربع كوباية جوز هند، معلقتين زبيب، نص كوباية سكر بودرة، معلقة قرفة، دي كل حاجة. الموضوع ما اعتقدش إن هو هياخد من حضراتكم مجهود، هيمشي كويس جدا ان شاء الله. طيب الراجل الفطاطري بيعمل ايه؟ الراجل الفطاطري بيستخدم ايده بان هو يفرد العجين ويقعد يحرك فيه كده، احنا مش هنعمل كده عشان مش هينفع نعمل كده في البيت. فانا هعمل ايه؟ هاجي هنا هجيب الزيت، لازم يبقى جنبي زيت بستخدمه للفرد، شويه زيت هنا، الزيت ده هفرده كده بايدي. الاطفال هيحبوا قوي الكلام ده عشان بالنسبه لهم هيبقى كده ايه، لغواصه كده حلوه. هفرد هنا زيت، لازم يكون فيه زيت كافي وانا بفرد. حلو. وبعدين هجيب الصواني اللي انا هستخدمها، ولتكن دي الصينيه الاولانيه ودي الصينيه الثانيه مثلا على سبيل المثال، احط قدامي الصواني هنا، دي الصواني اللي انا هستخدمها. في نفس الوقت الصينيه لازم يكون فيها شويه زيت برضو. وهفرد تاني، خلي السكينة بعيدة عشان استخدمها كمان شوية، مش عايزها مزيتها. حلو. بعد كده هجيب واحدة من هذا العجين، هبتدي ان انا بايدي كده افردها. طبعا قصة ان احنا بقى نقعد نعمل كده والكلام ده هيبقى صعب، فخلينا احنا ايه نمسك العجين نفرده بايدينا كده زي ما حضراتكم شايفين، ولو حتة من العجين اتقطعت ما تقلقوش لان انتوا ممكن تقفلوا عليها مرة تانية. مش عايز الموضوع ده يبقى بالنسبة لكم هاجس او مشكلة ان انتوا خايفين العجين يتقطع. ممكن حتى الراجل الفطاطي هو شغال في قطع من العجين بتتقطع منه، ولما حته بتتقطع بيروح ماسكها كده ولففها وقافلها تاني، بتشوفوا طبعا الكلام ده بنفسكم. هفرد اكتر اكتر اكتر، عايز اخليها قدر المستطاع رقيقه جدا، عادي جدا اللي انت عايزه يحصل. التفرغات دي عادي ما عنديش فيها مشكله، الفراغات البقاليه اللي بتطلع دي ما فيهاش اي مشكله يا ابو احمد. حلو. في حته هنا مقطوعه، هل ده في مشكله؟ ما فيهوش اي مشكله، عادي جدا. شوفوا انا هعمل ايه دلوقتي حالا. طيب ايه هي الحشوه الاولانيه اللي انا عايز اعملها؟ ايه رايكم نعمل انهي واحده الاول؟ تعالوا نعمل السجق بما ان السجق جاهز، يلا بينا. يلا نعمل السجق. طيب هاجي هنا هجيب البيضه، خلطت البيضه هفردها شويه، وبعدين هجيب السجق نفسه، مش عايز اخد الدسم بتاعه، عايز اخد بس السجق. اعتقد المنظر ده من افضل واجمل المناظر في الدنيا كلها. طيب هاخد هنا الفلفل الاخضر، هفرد كويس، عايز قدر المستطاع تبقى الحاجات متوزعه حلو في الصينيه. هجيب الجبنه الرومي، وهجيب الجبنة الموتزاريلا، كده أنا خلصت الفطيرة الأولانية. بنقفل إزاي؟ بنمسك من الطرف ونقفل كده 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 بالشكل ده كده، وآخر واحدة كده بالشكل ده. طيب محتاجين دلوقتي نقلبها في الصينية، تعالوا نجيب لها صينية، والصينية دي هفرد فيها الزيت، وهاجي هنا بالراحة كده عايز أقلب دي هنا في الصينية. تعالوا نقربها مننا، نقرب الصينية دي مننا كده اهوت. وبعدين هحاول قدر المستطاع اخرج منها الهواء، اخرج من فراغاتها
خلاص هي في قطع صغيرة قوي، في مسام خفيفة جدا بضغط حواليها علشان أنزل وأطلع الهواء منها بالشكل ده هوت زي الفل. كده بالنسبة لي الفطيرة دي جاهزة. هيتعمل فيها إيه؟ مش هتعمل فيها أي حاجة لأن هي تخش الفرن حالا دلوقتي. بتقعد في الفرن بقى دي قد إيه؟ بتقعد تقريبا 10 دقايق ربع ساعة كده وبتبقى جاهزة مستعدة إن هي تتاكل على طول. طيب حط شوية زيت كمان هنا وافرد كده، واخد واحدة تانية من العجين وافردها بنفس الطريقة اللي أنا فردت بيها بالشكل ده هوت. ما تكلمهم انت والنبي. طيب انا كده فردت هنا دلوقتي العجينه، خلاص العجين ما بيقطعش حلو جدا، حتى لما بتحصل فيه قطع تقطيعات بتحصل بس بسيط جدا وعلى الاطراف، فدي علامه كويسه جدا، علامه حلوه جدا. تعالوا نعمل الفراخ. نجيب هنا كده الفلفل الاخضر، ونجيب الزيتون. جبت الفلفل الاخضر والزيتون هفردهم، وبعد ما فردتهم هاجي هنا هجيب الفراخ، قطع الفراخ نفسها اللي انا مسويها بالبصل ملح وفلفل باربيكيو، وبعدين هجيب صوص الباربيكيو نفسه هنزل بيه هنا، هاجي هنا هجيب الجبنه الموتزاريلا وهنزل بيها بالشكل ده، وبعدين هقفل الفطيره دي قبل بس ما احطها في الفرن. هاخد الصينيه بتاعتها والفها كويس بالزيت، وبعدين هعمل زي ما عملت في الاولانيه هفرد بايدي واشوف حته فيها مسام خفيفه اطلع منها الهواء بس، هفرد تاني 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 واخد دي احطها في الفرن. نفس درجه الحراره نفس المده، درجه الحراره خلوها 180 190، والمده خلوها على الاقل 10 دقائق. بعد 10 دقائق بصوا شقروا عليها شوفوا ايه اللي حصل بالظبط. يلا بينا نفرد الفرده الثالثه، ودي هتبقى عبارة عن ايه؟ دي هتبقى فطيرة الجبن. مش هنبقى عملنا أربعة، عملنا واحدة، أول واحدة عملناها بالسجق، تاني واحدة عملناها بالفراخ بالباربيكيو، دي بالجبن. شوية زيت بس كده حلوين. قولي عايز تاخد فاصل؟ ممكن جدا. بفرد كل ما كان، بصوا كل ما كان عجينه الفطير مفروده كويس كل ما كان طعم الفطير حلو، علشان ما تحسش ان انت بتاكل حاجه معجنه، تحس ان كميه العجين نسبه الى كميه الحشوه كويسه. لو كان العجين تخين في حتت هتلاقوا ان انتوا حاسين ان هي تخينه كده وملبكه جامد. حلو كده جدا. يلا بينا دلوقتي نحط حشوه الجبن. هبتدي بالجبنه القريش هحطها هنا، وبعدين بايدي كده هفركها وهوزعها شويه شويه، وبعدين هجيب الفلفل الاخضر احطه هنا، هجيب الزيتون، هجيب الزعتر المجفف، وبعدين خلي بالكم انا السمنه ما حطيتهاش على اي نوع من انواع الفطاير، لان السمنه دي انا هستخدمها في النهايه وانا بطلع كل فطيره من الفرن، هاخد شويه من السمنه
احطها على الفطيره، شويه من السمنه احطها على الفطيره، عشان كده انا حاططها قدامي ولسه ما استخدمتهاش. هاخد الجبنه الرومي واحطها هنا، وبعدين الجبنه المثلثات مش لازم افركها قوي، هي كده كده هتسيح وهي في الفرن، حاول بس اخليها متوزعه الى حد ما. وبعدين اخر حاجه خالص هي الجبنه الموتزاريلا. طبعا الحشوه دي غنيه جدا، لما بنيجي نشتري من بره من عند الراجل ما بيرضاش يحط كل الكميات دي، الراجل يعني بيبقى عايز يوفر شويه، لكن انتوا طالما في البيت تقدروا تعملوا كده براحتكم. ناخد صينيه تانيه نفرد فيها الزيت، وبعدين نقفل الفطيره. الصينيه دي كبيره شويه، ممكن نشوف صينيه اصغر لو عندنا صينيه. عندنا صينيه اصغر يا شيف ولا دي اصغر صينيه موجوده؟ كلمني في ودني لو عندنا. عندنا صح، انا لقيت واحده خلاص حلوه اهي. ماشي، هاخد خلاص مش هستخدم دي بقى، هستخدمها في فطيره ثانيه مش دلوقتي. وبعدين هنا هحط شويه من الزيت، جهزت هنا الزيت، جهزت قصدي الصينيه اللي هحط فيها الفطيره. هجيب هنا عايز اقلب دي بقى بالشكل ده هوت. طب عندي هنا اتقطعت قطعه، هيحصل حاجه؟ لا عادي ولا اي حاجه، هتشوفوها وهي خارجه في الفرن هتبقى زي الفل. انا كده خلصت الفطيره اللي بالجبنه، لازم ابص على الفرن اشوف اخبار الفطيره دي ايه، ماشيه كويس. وهنا اخبار الفطيره دي ايه، برضو ماشيه كويس، درجه الحراره مظبوطه عليها، الفرن شغلوه فوق وتحت زي ما انا بتاكد دلوقتي ان هو شغال فوق وتحت وان كله تمام، مظبوطه كويسه جدا، ممكن نعلي درجه الحراره سنه. حلو. تحب ناخد فاصل؟ طيب احنا دلوقتي هناخد فاصل، هنرجع لحضراتكم نبص على الفرنين مره ثانيه، الفرن اللي فيه السجق والفرن اللي فيه الفراخ، ونحط الفطيره الجبنه في الفرن ونحط فطيره البغاشه، ونرجع لحضراتكم. استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. عملنا كل الحشوات، حشينا كل الفطائر، حطينا فطيره الفراخ وفطيره السجق في الفرن، وجهزنا فطيره الجبنه، ولسه هنعمل البغاشه. قبل ما نقول اي كلام انا هرجع للافران مره ثانيه اطمن اخبار الفطير ايه. بالنسبه لي كده شكل حلو ولون حلو جدا، بس طبعا لسه كده انا ما خلصتهاش. انا محتاج اعمل ايه هنا؟ محتاج ادهنها، لازم تدهن بالسمنه اول ما تخرج، فخلوني اقول لكم انا هعمل ايه بالظبط. هاجي هنا بالشكل ده هوت، وبعدين هجيب الفرشه واخد من السمنه وابتدي ان انا شوفوا بقى، هتلاقوا ان لونها هو نفس اللون اللي انتم متعودين عليه بعد ما اتحطت عليها السمنه، وبعدين تتقطع كده وهي سخنه فطيره سجق خطيره، الفطيره الخطيره. زي الفل. نروح نشوف الفطيره الثانيه وهي فطيره الفراخ اخبارها ايه. برضو جاهزه، محتاجه بس نطلعها من الفرن. هنعمل فيها نفس العملية، وبعدين ناخد برضو فرشة من السمنة ننزل بيها هنا، دي فطيرة السجق دي فطيرة الفراخ، كده بقت الفطيرة التانية كمان جاهزة. يلا نرجع لفطيره الجبنه عشان احنا لسه ما دخلناهاش الفرن.
هدخلها الفرن حالا وهبتدي في البغاشة. البغاشة هي عبارة عن فطيرة سادة، هي أي نعم فطيرة سادة لكن هي بعد ما تطلع من الفرن تحط عليها لبن، تحط عليها جوز هند، وأنا هحشيها برضو حشوة بسيطة خالص من الزبيب وهحط شوية جوز هند جواها برضو. طبعا نبعد ده كده. يلا نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا هحط رشه من جوز الهند في المنتصف كده، وبعدين هجيب رشه من القرفه برده في المنتصف، مش عايز احط في الاطراف، وبعدين هجيب الزبيب هحطه برده جواه. حلو، مش هكتر قوي عشان كل ده هعيده تاني، كل ده هحطه بعد ما اطلع من الفرن. وبعدين همسك العجين بالشكل ده، وبعدين هلفها كده ولفها كده، واجيب الصينيه اللي انا مجهزها واحط جواها. تعالي بالشكل ده، طبعا ممكن نحط كذا واحده جنب بعض بس ما نلزقهمش في بعض قوي. هحط دي في الفرن حالا، يلا نحطها في الفرن. الفرن ده هو اللي فاضي، يلا بينا. طيب كده الفطيرتين التانيين في الفرن، سواء كانت فطيرة البغاشة أو فطيرة الجبنة. هستغل الفرصة دي بإن أنا هسخن اللبن اللي هينزل على البغاشة. يلا نشوف أنا هعمل إيه بالظبط. يلا نجيب له حاجة تانية تبقى دافية سنة. هاجي هنا اتاكد بس ان الطاسه نظيفه علشان دي فطيره مسكره، فمش عايز فيها اي طعم يعكنن عليا. هاجي هنا هحط اللبن، هحط اللبن يسخن وهحط نص كميه السكر عشان انا عايز اللبن ده مسكر عشان ده اللبن بتاع البغاشه، واحط شويه جوز هند صغيرين وشويه كمان زبيب عشان الزبيب لما بينزل في اللبن السخن او في السائل السخن عامه بينفش شويه. انتوا عارفين طبعا ان الزبيب ده هو عباره عن عنب مجفف، فالعنب لما بيتجفف حجمه بيصغر وبيفقد الميه اللي جواه، لما بنرجع نسخنه تاني في ميه او ننقعه بيرجع يكتسب شويه تاني من الميه اللي هو فقدها اثناء التجفيف. نقلب. نقلب. طيب هاجي هنا لازم اروح ابص على الفرن وشوف ايه اللي بيحصل، ايه الاخبار من الفتره الثانيه. نبص لو فتحنا فتحه بسيطه مش مشكله، احنا مش بنعمل كيك، مش هيحصل حاجه، العجينه مش هتهبط ولا اي حاجه. فطيره البغاشه ماشيه كويس جدا، في نفس الوقت فطيره الجبنه ماشيه كويس جدا. هرجع تاني للبن عشان ما يفورش. تمام، ما تقلقش، هديه تقليبه كده بره النار، انا عايزه يفضل سخن فهخليه على جنب النار كده. وممكن بقى استغل الفرصه دي ان انا اقطع الفطير واشوف من جوه هيبقى شكله عامل ازاي وازاي هنقدمه. يلا بينا. الحته دي خلاص كده بقت مش هينفع نشتغل فيها تاني، بس ممكن هنا نجيب السكينه فعلا. فين يا حبيبي؟ ماشي، تضحك عليا، بتغشني؟ لا موجودة اهي خلاص. يلا بينا. بص بقى انا هعمل ايه هنا. انا كده عندي الفطاير جاهزة، يستحسن
ان انا اقطع الفطاير وهي لسه سخنه، هيساعدني في ان هي ما يبقاش ده مقرمش قوي، ما يبقاش العجين بتاعها مقرمش قوي فتتقطع كويس. بس خلونا دلوقتي نشوف هنعمل ايه. لو عندنا عجله زي العجله بتاعت البيتزا هتبقى حاجه جميله جدا، لو مش عندنا يبقى تعمله بالسكينه زي ما انا بعمل كده قدام حضراتكم. قطعت كده، هلفها على عدله ايدي وابتدي اقطع العكس. دي بالفراخ مع الباربيكيو صوص. لو مسكنا كده حته منها من النص، بصوا عامله ازاي من جوه، طريه جدا. بصوا بقى الفطير الحلو بيبقى شكله عامل ازاي. بيبقى من جوه طري جدا، جوسي، في نفس الوقت رايق العجين، خفيف ورفيع. شايفين العجينه مش تخينه ولا اللي فوق ولا اللي تحت، هو ده الفطير الحلو. طيب تعالوا بقى نمسح ايدينا كده بمنديل ونقطع الثانيه ونشوف اخبارها ايه. فطيره الجبنه خلاص قدامها دقيقه يا دوبك على ما نقطع فطيره السجق. هنطلع الاثنين، هنطلع فطيره الجبنه وهنطلع البغاشه لان هم خلاص قدامهم دقيقه واحده. طيب يلا بينا نقطع فطيره السجق. السجق دلوقتي وقت السجق، يلا بينا. هاجي هنا وبعدين هلفها بالشكل ده. الفطيرة دي كبيرة شوية فهقطعها على عدد قطع أكبر من فطيرة الفراخ اللي أنا كنت مقطعها. يلا بقى عشان عدد الناس اللي هتاكل كمان يا أبو حميد، يلا بينا نفتح تاني، يلا بينا نشوف إيه اللي جوه. بص بقى، راقي العجين رقيق والحشوة حلوة وتخينة، هو ده الفطير الحلو. هتلاقوا كمان ان العجين بتاع الفطير مقرمش وانت بتاكله، هيبقى حلو جدا، والحشوه هتبقى لسه طريه، هو ده الفطير الحلو بقى. طيب يلا نجيب من الفرن بقيه الفطاير، تعالوا نجيب فطيره الجبنه، تعالوا نجيب فطيره البغاشه. هنجيب انهي واحده الاول؟ لازم نبص الاول نشوف انهي واحده فيهم مستعده وانهي واحده محتاجه شويه وقت. ممكن دي قدامها دقيقه ودي قدامها دقيقة برضه. أحمد ممكن تجيبها كده بس هوري أصحابنا حاجة مهمة جدا لو ينفع تجيبها. بصوا كده، تعالوا معايا. تحب أقف الناحية التانية ولا أنا كده تمام؟ أحمد ماشي، عايزني أقف الناحية التانية ولا كده تمام؟ زي الفل. أنا عايز أديها دهنة كده وهي جوه الفرن وانا كمان معاها جوه الفرن. ليه بقى؟ علشان اول حاجه اسرع تحمير الوش لان هي خلاص استوت، انا بس عايز الوش يبقى احمر، لونه احمر اكثر احمرارا من كده شويه. وهروح برضو الناحيه الثانيه هفتح على الفطيره الاخرى واعمل فيها نفس العمليه دي دقيقه واحده، يعني انا هخلص دي واروح اخد اللي في الفرن على طول. هاجي هنا افتح وهمسك شويه من السمنه كده وهي جوه الفرن، هديها رشه صغيره هتخليها خطيره. يلا بينا هنقفل دي ونروح نجيب الفطيره بتاعت البغاشه ونشوف هنعمل فيها ايه بالظبط. ناخد بس حاجه نمسك بيها. الفطيره طالعه من الفرن مستعد على طول. طلعت بالشكل ده، اروح جايب ايه بقى او اروح عامل ايه دلوقتي؟ هجيب السكينه وهقطعها، بعد ما اقطعها هبقى جاهز ان انا احط عليها بسرعه اللبن وشويه من السكر وشويه من الزبيب. هعمل ده حالا قدام حضراتكم، بس عايز اقطعها بسرعه. نضف السكينه واقطعها بسرعه قبل ما تبرد. لو بردت مش هتشرب اللبن اللي انا هحطه عليها فمش هيبقى طعمها حلو، فلازم تعملوا ده بسرعه جدا اول ما تطلع من الفرن على طول. حاجه ثانيه، انا هحضر لها برضو الطبق اللي انا عايز احطها فيه. هجيب هنا كده الطبق ده مثلا على سبيل المثال واجي هنا اديها تقطيعات كده سريعه. احلى بغاشه
في المجرة. هاجي هنا واروح حاططها كده اهوت، ممكن ما احطش اخر حته دي، وعايز ابين اللي جواها. طبعا هي سخنه جدا، ابين كده اهوت، مش لازم احط اخر حته. وبعدين هجيب اللبن السخن وهبتدي ان انا انزل باللبن هنا كده اهوت. اعتقد لو حد مكتئب مثلا او زعلان او متضايق من موضوع معين، لو كان الطبق ده هينسى كل المشاكل اللي عنده. حط هنا، وبعدين ناخد شويه تاني من جوز الهند، شويه صغيرين من القرفه، شويه صغيرين من الزبيب. كده احنا عملنا البغاشه، نحطها على السفره، نروح نجيب فطيره الفرن. حاضر، من عينيا الاثنين. هروح بس اجيب فطيره الجبنه من الفرن، هننضف بس دي، ونجيب الفطيره الثانيه من الفرن الاخيره بقى. تمام، اخر عظم. دي كانت اخر فطيره، وهي فطيرة الجبنة. عايز بس كده ايه، يوم الفطير ده بيبقى يوم كده لحواسة، معلش استحملوه، بس هو الفطير يستحق. الفطير طعمه حلو جدا، كلنا معظمنا بنحب الفطير، فخلونا نستحمل معلش اليوم ده. هاجي هنا بالسباتولا وهطلع اخر فطيرة، وهي فطيرة الجبنة اللي مش بس جواها جبنة مشكلة، لا دي كمان جواها جواها زعتر، جواها فلفل اخضر، ده غير طبعا انواع الجبن المختلفه، جبنه مثلثات، جبنه رومي، وجبنه موتزاريلا. اخر حاجه هعملها قبل ما امشي حالا، هحط او هقطع فطيره الجبنه واسيبها عشان حضراتكم تعملوها بقى وتجربوها وتقولوا لنا رايكم ايه. هاجي هنا هقطع فطيره الجبنه بالشكل ده، شايفين العجين رقيق جدا ازاي؟ دي كانت وصفات النهارده، دي كانت عجينه النهارده. النهارده احنا كنا بنعجن، اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. انا من الاشخاص اللي بيحبوا الفطير جدا، اعتقد لو انتم بتحبوا الفطير جدا برضو الحلقه النهارده بالنسبه لكم هتبقى حلقه جميله جدا. يا ريت بس تطبقوا الوصفات دي وتقولوا لي ايه رايكم فيها. اشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. استنوا.